من يزرع يحصد. على هذه القاعدة اشترك المزارع أكرم عوض من مدينة طول كرم بحملة واحد أرقامك وحقق أحلامك التي أعلنت عنها الوطنية موبايل، فحالفه الحظ قبل نهاية هذا العام ليفوز اليوم بالسيارة الأولى للحملة. أنا جمعت الأرقام واتصلت على الوطنية، وبعد ساعتين ردوا لي الجواب وقالوا لي مبروك ربحت السيارة. بشكر كل العاملين في الوطنية موبايل وبشكرهم على الجائزة اللي قدموا لي، وبتمنى لكل المشتركين انهم يربحوا زي. الوطنية موبايل تؤكد ان 5 سيارات اخرى متبقية للحملة، وهي احدى الحملات التي تنفذها الشركة كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه عملائها. هذه الحملة مبنية على فكرة مكافأة مشتركينا اللي آمنوا فينا وانضموا معنا، وإعطائهم الفرصة مش بس يستفيدوا من خدماتنا وإنما أيضا يكون لهم ميزة الربح معنا، إما بجوائز صغيرة وعينية أو بجوائز كبيرة زي السيارات. اليوم عندنا حملة على الفرح الوطنية، أي زبون جديد بفوت عندنا على شركتنا بفوت على سحب فوري. في عندنا جوائز جالكسي هات، آيفون 5، آيفون 6، جوائز نقدية 1000 شيكل، 500 شيكل، بالإضافة للسيارات. وسلمت الوطنية الجائزة للرابح خلال حفل كبير أقامته في قلب مدينة طول كرم، ونفذت فيه عددا من المسابقات الترفيهية ووزعت الجوائز والحلوى على المتواجدين. المزارع أكرم أبو عوض هو الفائز الأول بحملة جمع حروف جائزتك، و5 سيارات أخرى لا زالت في انتظار مشتركي الوطنية موبايل التي تتميز يوما بعد آخر بخدماتها. من مدينة طول كرم وفاء عروري، تلفزيون وطن.